أعلن المجلس العسكري بمحافظة تعز مقتل 27 حوثيا وإصابة العشرات منهم نتيجة المعارك التي وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وقصف طائرات التحالف العربي لميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في شرق المدينة. وأكدت قيادة المجلس اليوم أن القوات حققت مساء أمس تقدما في منطقة نجد قسيم وقامت بتطهير المناطق المجاورة لها من عناصر الميليشيات. وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع ميليشيات المتمردين في إدارة أمن مديرية المسراخ ومواقع اللواء 35 مدرع في جبل منفر ومواقع أخرى شمالي تعز.